السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم معانا مع فادك فارماسي براكتس بودكاست. Welcome to Fadic Pharmacy Podcast Network that is focusing on varieties of pharmacist perspectives in different specialties through interviews, talks, and outlooks about pharmacy practice in the past, present, and future. To share in the advance of clinical career and add an impressive image to the pharmacist all around. الحلقة النهاردة يعني متميزة. معانا ان شاء الله شخصيه متميزه جدا، واتوقع ان هي هتكون ليها اثر كبير على كل الصيادله اللي هيبداوا طريقهم العملي والمهني، وحتى الصيادله اوريدي اللي موجودين في طريقهم المهني، ان هم ياخدوا منها بعض الكوتس وبعض الافكار اللي ممكن تساعدهم على تطوير نفسهم في مكان عملهم. معانا النهارده احد الدكاتره المتميزين كان له اثر كبير في الاوتو سي، عرفناه كتير قوي بالفارماكولوجي، اسس جروب من الجروبس كبيره جدا في الفارس فارماكولوجي، وعمل كورس متميز فيها، فأتوقع أنتوا كلكم عرفتوه، فإن شاء الله هنسعد بيه جدا معنا النهاردة إن شاء الله في البودكاست. معنا دكتور أحمد الجويري. دكتور أحمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور رشا، وشكرا جزيلا جدا على التقديمة الرائعة المتميزة كالعادة، وزي ما بيقولوا كده دايما بتخيلينا وتقديماتك يعني تبقى أكتر من رائعة بالنسبة لنا، أكيد علينا بصراحة، يعني ربنا يبارك فيك ويحفظك. ربنا يبارك فيك يا رب، احنا سعداء بيك جدا بوجودك معانا، وان شاء الله باذن الله يكون البودكاست النهارده متميز ونقدم فيه فعلا بعض الرسائل البوزيتيف لكل الصيادله اللي بيسمعونا ان شاء الله يا رب، ويكون مفيد لكل اللي بيسمعونا. وشكرا جزيلا طبعا ان هم يعني فاضيين من وقتهم وبيسمعونا، ان شاء الله يكون البودكاست مفيد ليهم باذن الله ان شاء الله. طيب هنبدا باول سؤال دايما بنساله، كنا عايزين نتعرف على حضرتك اكتر، مقطع من السيره الذاتيه بتاعت حضرتك. أنا اسمي أحمد الجويلي، صيدلي دفعة 2007، صيدلة اسكندرية، ويعني الحمد لله كنت جايب تقدير كده جيد جدا مع مرتبة الشرف، ده نسيبه على جنب. الفكرة باختصار إن أنا اتخرجت زي ما بقول دايما 22/6/2007، 23/6/2007 كنت موجود في الصيدلية بمارس المهنة، بل من قبل كده كمان من 2004 كنت بتواجد للتدريب، وأحيانا علشان أشيل شيفت كامل مثلا بدل والدي. الكلام ده استمر بفضل الله حتى الآن. خلال الفترة ديت كان دايما عندي زي ما بيقولوا كده، مش عايز أقول هس ولكن خليه هوس، إن احنا عايز أوصل المعلومة المفيدة التطبيقية، وده تزامن كمان مع إن الناس كانت بتشوف دايما إن في فجوة ما بين العلم الأكاديمي اللي بيدرس في الكلية والممارسة العملية الواقعية على أرض الواقع داخل الصيدلية، فلقيت ان الجاب ديت ممكن تتسد بسهوله شديده جدا لما يتقدم علم مبسط ولذيذ وتطبيقي جدا وممتع، ويؤدي كمان في الاخر الحمد لله الى ان الصيدليه نفسها تكسب كويس بالحلال، ويبقى في استعاده ثقه المريض. فخليت دي رسالتي، او هكذا يعني ارجو من الله ان الواحد يكون ناجح فيها. وعلى مدار الفتره اللي فاتت قدمنا اكتر من كورس، اكتر من 150 كورس تقريبا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ده غير شغل أونلاين اللي حاولنا أن احنا نقدمه برضو بشكل مبسط ولطيف بيقدم يعني المعلومة التطبيقية اللذيذة. تخصصنا أكتر في الـ OTC، مش كل الحاجات في الصيدلية اللي هي مهارة الوصف، يعني تحديدا إمتى نشخص أو إمتى نقيم وإمتى نعالج وإمتى نحول على الطبيب، ويكون أنهي طبيب وأنهي تخصص، وبعد ما يرجع لنا بالروشتة ايه اللي نقوله كابيشن كونسلينج ودراج دراج انتراكشنز وكونترا انديكيشنز وسايد افكتس، الحاجات اللي ممكن يكون الصيدلي محتاج ان هو يأكد عليها اكتر داخل الصيدلية. وما زلنا الحمد لله من 2007 لغاية النهاردة بنقدم الكلام ده بشكل يعني الحمد لله نرجو انه يكون مفيد وممتع لكل الناس اللي بتتابعنا. ما شاء الله بصراحة احنا سعداء بحضرتك جدا، و يعني ما شاء الله الاكتيفيتي من اول يوم بعد التخرج دي بصراحه حاجه مميزه جدا، يعني كتير جدا بيتخرج بياخد فتره كده بتكون في لاك تايم على ما يبدا ان هو يفوق ويكون عايز يعمل حاجه، فجميل ان حضرتك بداتها من اول ما اتخرجت. ممكن نقول بسبب الباشون، ان حضرتك لقيت الباشون بتاعك في الصيدله. بيني وبين حضرتك في اكتر من سبب بصراحه، يعني دايما برجع الفضل يعني لا وانا في حاجه زي كده، ان الواحد كان ممكن يكون عارف هو عايز يروح فين، بس هي الفكره كمان في والدي ان هو من وانا في ابتدائي او اعدادي
لان الوالد صيدلي، فكان دايما في المهنه وفي الكليه من قبل المهنه، من قبل ما ادخلهم قد ايه كان بيحسسني بانها رساله، وان العلم اللي بيتقال داخل الصيدليه او في الكليه ممكن يكون مفيد جدا جدا وممكن ينقذ روح بني ادمين كتير. فده اللي خلاني متعلق بالموضوع من قبل ما ابدا افكر بقى هو انا ممكن مثلا ايه المجالات التانية. يعني حتى هو نفسه عرض عليا فكره السفر، عرض عليا فكره العمل في مجال اخر غير الصيدليه. الحمد لله وشكر لله كان الموضوع بالنسبه لي شبه محسوم من البدايه يعني. فده اللي خلى الواحد ما ياخدش وقت في مساله تحديد هو عايز يروح فين بفضل الله. بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ممكن نقول ان هي القدوه، يكون في قدوه او حاجه بترشد الواحد في بدايه طريقه للحاجه اللي هو حابب ان هو يمشي فيها او التراك اللي هو حابب يكمل فيه. مظبوط بالظبط كده مظبوط. وزي حضرتك يعني كمان شويه الفكره ما كانتش في وجود قدوه واحده، ولكن خلال فتره الدراسه نفسها اثناء الكليه مثلا احد الحاجات اللي ممكن اكون اكتسبتها كان مجرد كورس يعني في الكلينيكال فارماسي او الكلينيكال فارماكولوجي. الكورس ده غير لي حياتي من بعد ما خلصت سنه ثانيه صيدله. دايما بحكي عن الكورس ده، كان في النقابه، نقابه صيدله البحيره، وكان من تنظيم عضو يعني نقابة صيدلة مصر حاليا دكتور عمرو زكريا جاب الله ربنا يبارك فيه. كنا لسه شباب صغير بيحاول ان هو يشق طريق، فهو اللي نظم الكورس ده، كان يعني اللي قدمه المركز الثقافي الدولي. 12 يوم غيروا لي حياتي، ان 12 طبيب يجوا يتكلموا ويقولوا انك ممكن داخل الصيدلية يبقى ليك نشاط OTC. الكلام ده كنت لسه طالب وما اعرفش اي حاجه في اي حاجه اكتر من اللي بدرسه في الكليه بشكل بحت اكاديمي بيور، ما فيش فيه ابلكيشنز كتير. اول ما لقيت المعلومه بتبدا تلمس واقول المعلومه دي انا لسه واخدها مثلا في الفيزيولوجي، او لسه واخد المعلومه ديت في الفارماكوجنزي بخصوص عقار من العقاقير، ده كان خلى عيني تلمع وحسيت ان العلم ده محتاج يوصل اكتر بشكل تطبيقي وصيدلاني. يعني انا اخدت المعلومه في كورس زي ده كبدايه من اطباء، قلت لما يوصل من خلال صيدلي لصيدله ممكن يبقى افضل وهكذا. ده كان يعتبر فتحه الخير بالنسبه لي يعني، الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. والله جميل الواحد فعلا يكون اتاثر بكورس او حاجه وبيحكي عنه بعد مرور السنين دي كلها، فما شاء الله يعني ربنا يبارك فيك يا رب يوفقك لكل الخير. طيب ايه الصعاب او التحديات اللي واجهت حضرتك في حياتك وازاي حضرتك اتغلبت عليها؟ تقدري تعدي لغايه كام؟ اللي حضرتك الحاجات الاكثر بروزا او اللي تحب ان حضرتك تشاركها معنا النهارده بيها. هو الاكثر بروزا ثلاثه. اول واصعب تحدي فيهم كان اني انا الباشن المشترك بيني وما بين او بين الصيدله يعني او مع الصيدليه عندي هو الوقوف على الستيج. فمن وانا في سنه ثالثه او رابعه صيدله كان نفسي جدا ان انا اتعين كمعيد في الكليه، وكنت متاكد 100% ان ده مش هيكون مانع ان انا اتواجد داخل الصيدليه بنفسي او ورا الكاونتر يعني. فده لم يتيسر من ناحيه بسبب التقدير. كان دايما عندي يعني وهم ان مجرد بس ان انا اكون معيد يبقى انا كده خلاص هوصل رسالتي وهقف على الستيج وهيبقى حاسس بنفس النجاح. وسبحان الله بمجرد ما خلصت دراسة قدمت بالفعل يعني بشكل يعتبر غير رسمي على احد او في احد الجامعات الخاصة يعني، ولكن طبعا قبلت بالرفض نتيجة ان انا جايب جيد جدا مش امتياز. وفضلت متضايق حوالي 3-4 سنين على حاجة زي كده. وسبحان الله بعد 3-4 سنين يعني في 2010 تقريبا تحديدا بمجرد ما بدأنا نقدم الكورس بتاعتنا بشكل موسع على مستوى الجمهورية وبشكل منفصل أكتر عن الكلية، مش مجرد بقدم مادة مثلا في الكلية أو بساعد الناس على أنها تعدي الامتحان بتاعها. أول ما بدأنا نقدم OTC بالاسم كده في نهاية 2010 أو في بداية 2011 حمدت ربنا سبحانه وتعالى أن أنا ما تعينتش كمعيد، لأن بدأت أشوف بقى قيود التعيين كمعيد وأن الواحد يبقى مقيد بمنهج وبيقابل كل أسبوع أو كل أو مرتين في الأسبوع نفس الناس علشان يقدم لهم محتوى هو مفروض عليه، وموجود ما بين مطحنة، مطحنة الدكاترة اللي فوقيه ومطحنة الطلبة اللي المفروض أنهم يحترموه ويستقبلوا منه المعلومة.
وهو مفروض عليهم وهم مفروضين عليه ومحدش منهم جاي للتاني بمزاجه. الكلام ده كله وطبعا في محافظة واحدة في كلية واحدة. الكلام ده كله حسسني ان لا، الحمد لله وشكر لله، ممكن يكون الواحد ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بانه ما تعينش كمعيد، وده كان من اصعب التحديات. لكن بمجرد ما بدات فكره الاو تي سي دخلت على التحدي الثاني، الا وهو ان الناس بدات تشوفني بقف على الستيج وانا مش اكاديمي، وبدا يقول له ازاي ده يقف على الستيج ويوصل معلومات او بين قوسين يدرس وهو غير اكاديمي. فبرضو الموضوع ده سبب لي مشكله في بدايه عملي كانستراكتور او كترينر سنتين ثلاثه كده، لغايه لما بدات اعرف ايه الرد المفروض ان هو يتقال في الحاله دي، الا وهو ان الحمد لله ان انا مش اكاديمي، لان الاكاديمي ما مارسش المهنه بشكل كافي، ولكن انا مفروض ان يعني زي ما بيقولوا كده الكومبيتيتيف ادفانتج او التنافسيه في اللي بقدمه هو انه مرتبط جدا بالواقع العملي. فعدم كوني اكاديمي هنا في يعني شيء لا يؤدي الى الفخر، ان اللي بقدمه مش جاي من المنصة وبس او مش من الكتاب وبس، ولكن مرتبط اكتر بالواقع العملي، ولا ينفصل تماما عن المعلومة الاكاديمية الجميلة اللي ممكن يكون بناخدها في الكلية. فالحمد لله برضو كان احد الروح ممكن اكون فخورت بيها هو البنفيت او البروفيت او الفاليو اللي الناس بتطلع من اللي بنقدمه تحديدا على ارض الواقع. لما اينا لي ده بسبب معلومة دي فلان بنتعلي يدعي لي ده في الصيدلية. جميل ان حضرتك بصيت للمعوضات وحولتها الحاجات بوزيتيف بصراحة ان شاء الله. هو ان تواجدي على السوشيال ميديا اي فكرة جديدة او معاك فعلا هو الهادي اولا واخيرا. يعني في اتهامات كتير بتتوجه بشكل مستمر ومتلاحق ومتكرر، اتهامات يعني مش عارف اذا كان ينفع اني اقولها وارد عليها بالمره دلوقتي ولا ملهاش مكان. لا بلاش، ولكن اللي هيتابعنا هيلاقي يتكرروا قدامه كتير، ولكن برضو نفس الردود على يعني النقطه الاولانيه الخاصه او النقطه الثانيه الخاصه بفكره عدم كوني اكاديمي هي نفس الردود على الاتهامات المتكرره. فالحمد لله وشكر لله الواحد ممكن يكون في التحدي ده تحديدا ممكن يكون بيتأثر شوية، ممكن يكون بيفوت في عضده شوية ان في ناس كتير جدا ممكن تكون سايبة ايه الكويس اللي ممكن نكون بنقدمه، ولأي سبب ايجابي او سلبي بيكونوا مركزين على حاجات ممكن تكون تضايق الواحد ويركزوا عليها. ف يعني قدر الله بس أفعل جميل ان حضرتك بتستغل النقاط ديت في يعني من وجهة نظر إيجابية أو من وجهة نظر تقوي أو تدعم حضرتك، فدي من الحاجات البوزيتيف جدا في الصعاب اللي حضرتك بتتكلم عنها، إن أكيد كلنا في الدنيا عندنا صعاب، بس اللي يعرف فعلا إن هو يتعامل مع الصعاب دي بشكل إيجابي يعرف يحولها لحاجة تبقى نوالي ويطور نفسه أكتر فيكون مور بروفيشنال أكتر. مع حضرتك حق، هي أنا بحاول يعني لو اعتبرنا إن التحديات والصعاب تعتبر طول بيتحدثها الواحد، فالواحد قدامه أربع خيارات، يا إما إنه يسيب نفسه ملقف الطوب اللي بتحدف عليه ده ويتعور، يا إما يحاول إن هو يتجنبه ويخلي الطوب يعدي من جنبه من غير ما يلمسه، يا إما يبقى عنده ملكة إن هو يعرف يلقط الطوب كويس بإيديه ويصده ويرجع يحدفه تاني اللي كان بيحدفه، او ان هو يلقط الطوب وكل حاجه وده افضل خيار يعني، بس يحطه تحت ايه ويوقف عليه. هو في حل خامس على فكره سيمبل جدا ان حضرتك يعني كونتينيو بوستريت يعني ممكن ان انا يعني ده وجهه نظري اللي هو الحل الثاني هو القدره على التحدي والاستمرار. بالظبط. طيب نيجي نتكلم على النقط اللي حضرتك تحب توصلها للصيادلة، لو في صيادلة جديد عايزين يبدأوا طريقهم، ايه النقط اللي حضرتك تحب توصلها ليهم؟ تمام، لو قلنا ان في اربع رسائل سريعين جدا جدا والناس محتاجة انها تطلع من البودكاست النهاردة باربع سطور كده، فرقم واحد هو انهم يعملوا ما يحبون او يعملون ما يحبون، ولو هو ما يعرفش هو بيعمل او يعني بيحب ايه من دلوقتي يدور عليه، ولو بيعمل حاجة هو ما بيحبهاش ومتأكد مليون في المية ان هو ما بيحبهاش يسيبها ويدور على اللي هو بيحبه ويشتغله، حتى لو ده هياخد منه وقت ومال ومجهود.
في ناس كتير متخصصة حاليا في انها توجه الناس لمعرفة الباشن بتاعهم يبقى عامل ازاي، سواء خارج الصيدلة او داخل الصيدلة. الحاجة التانية والمهمة هي انه يطور نفسه يوميا، ودي نقطة هنتكلم فيها فيما بعد عن ازاي ممكن passively اتعرض لمعلومة او اكتر يوميا في مجالي في الحاجة اللي بحبها. الحاجة التالتة هي اني اتعلم صح بس باستمتاع، ما يبقاش الموضوع بشكل مرهق ذهنيا، ما يبقاش الموضوع بشكل اجباري، ما يبقاش الموضوع بشكل ان في واجب عليا ان انا اتعلم. زي مثلا في موضوع القراءة ممكن نبقى نتكلم فيه فيما بعد، ناس كتير قوي تقول لك ايه انت لازم تقرأ او لازم تجبر نفسك على انك تخلص في الشهر مثلا 3 كتب. انا بالنسبة لي ما بجيش بالاجبار، ما بجيش بالتنخيص زي ما بيقولوا، انا باجي بالتشجيع، باجي اني اعمل حاجة وانا مستمتع بيها. جيميفيكيشن اللي هو التلعيب او اللوعبة زي ما بيسموه في اخر كتب او في اخر مبادئ السايكولوجي. لو قدرنا نربط الفن بالساينس او بالإدوكيشن ده يبقى حاجة كويسة جدا، وده اوريدي بيحصل في اوروبا وامريكا بقاله فترة طويلة، وللأسف احنا كنا بنتريق عليهم. بالظبط الاكتيف ليرنينج، بالظبط الاكتيف ليرنينج تكنيكس، بالظبط مهمة جدا وبتفرق كتير جدا. اتفضل. بالظبط تمام. الحاجة الرابعة والأخيرة هي المقولة اللي أنا دايما بحاول أعتنقها يعني، وهي المجد للمبادرين. لما يكون في قدامك فرصة ما تفوتهاش، ما تسوفش، ما تأجلش إنك تقتنصها وتقول ما لسه فاضل وقت، او انا لسه مش محتاجها قوي، او لما احتاجها قوي او ابقى في باد نيد تجاهها ابدا ادور عليها، لانها ممكن ما تبقاش موجوده فيما بعد. فاللي بيبادر دايما هو اللي بيسبق، لو يعني لو قلنا ان احنا في سباق، بس احنا اساسا مش في سباق، بس هي الفكره انك هتوفر على نفسك وقت ومجهود ومال. وناس كتير للاسف ما بتفهمش قصدي في فكره المجد للمبادرين، فخليها دايما في بالك كده لما تتعرض قدامك اي فرصه حللها بسرعه، ما تاجلهاش او ما تاجلش التفكير فيها، ولو لقيتها مناسبه ليك توكل على الله ودوس فيها على طول. جميل جدا، 4 نصايح ما شاء الله مهمين جدا. في انيشيتيف، كل واحد يعمل الحاجه اللي بيحبها او في الباشون بتاعه. النقطه الثالثه كانت ايه؟ استمتاع. اتعلم باستمتاع، صح. الرابعة تمام، والرابعة هي المجد للمبادرين. احنا قلناها في انيشيتيف انه يكون مبادر، والتعلم صح باستمتاع، والثالثة تطور نفسك يوميا وتعمل ما تحب. ايوه بالظبط بالظبط. بصراحة يعني يا ريت اللي بيسمعنا يكتبهم، وفعلا بصراحة نقاط حلوة وهتفرق كتير معانا في براكتس. لو اي حد بيطبق اي حاجة لما يفتكر، ساعات كده في حاجات صغيرة الواحد بيفتكرها بيعرف بتساعده فعلا هو بيطبق في مجاله او في مكان عمله. طيب حضرتك بتنظم وقتك ازاي؟ هو يعني ايه تنظيم وقت؟ لان الكلمه دي انا ما سمعتهاش من زمان بصراحه. هو الواحد بيحاول ما بين بتعليم. حياتك العلميه وما بين حياتك العمليه، وكمان انت حضرتك كنت معانا قريب في راس السنه في ايفنت واتكلمنا عن الكتاب بتاع ذا 4 اور ورك ويكس، وقلنا تنظيم الوقت والديليجيشن. فاكره والله بسم الله ما شاء الله، يعني ده شيء لا اصلا الكتاب ده رائع جدا على فكره ما شاء الله. انا على فكره اشتريته وقريت، يعني شغاله فيه قرايه وسمعت الاوديو كله بصراحه. صراحة من كتب في كتاب كمان رائع اسمه How to Measure Your Life، ده أروع بصراحة. خلينا هتيجي فقرة الكتب دلوقتي بصراحة. تمام. إزاي حضرتك بتنظم وقتك؟ من عيني. إزاي حضرتك بتنظم وقتك؟ إحنا لسه جايين فقرة الكتب، لأن شيء مجموعة كتب بصراحة حديثة الواحد متطلع عليها بصراحة رائعة جدا. يعني هما بيسموها Life Changing Books، يعني في كتب فعلا ممكن الواحد يتعب فيها بس فعلا بتكون Life Changing. صحيح. طيب هو بيني وبين تنظيم الوقت، احنا دلوقتي بنتكلم عن نقطه تنظيم الوقت بقى بين الحياه العلميه وبين الحياه المهنيه، يعني او مش المهنيه والعمليه. ايوه هو الواحد بيحاول بيني وبين، احيانا بنجح وغالبا بفشل، لان المهام دايما بتبقى اكتر من الوقت اللي ممكن يكون. يعني مثلا الواحد محتاج 72 ساعه في ال 24 ساعه علشان يعمل المطلوب منه، ولكن بحاول اعمل 3-4 تريكات كده اساسيين علشان اعرف ازق اليوم زي ما بيقولوا.
رقم واحد هي ترتيب الأولويات والمهام يوميا وأحيانا من قبلها بيوم، قبل ما بنام كده بالليل على الموبايل حتى بظبط التاسكات اللي ورايا واحدة واحدة، وبديها كل واحدة رقم. الرقم ده كل ما يكون بدري كل معناه ان الأولوية بتاعته بتبقى أهم. وبنتقل بقى يعني لنقطة تانية ألا وهي التركيز على الأهم، اني اشوف ايه الاهم بالنسبه لي خلال اليوم محتاج يخلص بشكل سريع جدا زي ما بيقولوا كده عاجل ومهم، وبعد كده ادخل على اللي هو يعني اقل اهميه منه. الحاجه الثالثه هو انا في احوال كتير بصراحه بستغنى عن غير المجدي، يعني في اوقات كتير بيكون في علمي محتاج يتكتب في مقابل بوست فضفضه محتاج يتكتب، ده بالنسبة لشغلي على السوشيال ميديا يعني. فأوقات كتير قوي بضحي بالبوست بتاع الفضفضة وأقول مش مشكلة الناس مش حابة أنها تسمع قوي عن الحاجات اللي ممكن أفضفض بيها وخلاص، ولكن نكتب البوست العلمي مثلا أهم. الحاجة الرابعة والأخيرة ودي بصراحة اللي مفرحاني جدا هي ودي اللي اتكلمنا عنها برضو في رأس السنة، فكرة التفويض باستمرار لأهل الثقة. التفويض او الديليجيشن من اهم المهارات اللي المفروض الواحد يتعلمها ويواظب عليها، ان مش كل حاجة يقوم بيها بنفسه. هي والاوتوميشن، ان في حاجات تانية او ابليكيشنز تانية او شات بوت مثلا ممكن يتم استخدامه علشان يقوم بالمهمة بدلا من الواحد نفسه. مش كل رسالة ممكن ارد عليها بنفسي، لا ممكن يكون في حاجات أسئلة متكررة مثلا خلاص الإجابة بتاعتها بقت محفوظة من قبل كده فتتبعت copy paste، أو ناس بتستفسر عن مثلا باقة لان الفارماسي at home أو كورس جيوبيوتكس أو application hypnogy أو whatever، فده يعني لا ممكن يكون في حاجات ثابتة. بجانب التفويض بقى يعني في عندنا بسم الله ما شاء الله أكتر من 10 قادة لبرنامج 91 صيدلة مثلا، في ناس مسؤولة على جروب فيرست فارماكولوجي كورس أونلاين أكتر من 25 أدمن، الناس دولت أو مودوريتورز طبعا كتير. الكلام ده كله علشان يقللوا أو يعني تتوزع عليهم التاسكات. والجميل وبصراحة اللي يخليني أرفع لهم القبعة دائما هو أن الكلام ده بنسبة 100% تطوع، الناس دي ما بتاخدش مقابل وبتضحي بوقتها وبمجهودها في سبيل نشر المعلومة بس، وكلنا بنحاول ان احنا نجدد نوايانا دايما ان يكون الكلام ده لوجه الله. فده اللي بصراحة ممكن يعني يفضي بقى شوية وقت كده في اثناء اليوم للعيلة، يقضي او يفضي شوية وقت مثلا زي ما بقول دايما مثلا قراية ورد من المصحف، او ان يكون مثلا في رحلة لطيفة نطلعها مع الاهل او مشابه، اني اروح ازور امي ازور ابويا كده يعني. فالواحد بيحاول قدر الامكان انه ينظم وقته. هل في ابلكيشن حضرتك تستخدمه؟ يعني في ناس بتستخدم الابلكيشن بتاع الموبايل العادي، في ابلكيشنز يعني هل في اي حاجه ممكن تدي بيها ريكومنديشن للناس؟ كالندر، ريمايندر. في اجابه السؤال ده حضرتك عايز اجابه الكتب الاجابه الرسميه ولا اجابه الاخوات ولا الاثنين والمستمع يختار؟ الاجابه اللي حضرتك تحب تقولها. الله يعزك ويكرمك. طيب انا هدخل على طول على الاجابه الصريحه والمباشره، الا وهي اني زي اغلب الناس برامج السوشيال ميديا او الابلكيشنز بتاع السوشيال ميديا واخد اغلب الوقت، الفيسبوك والماسنجر والواتساب والبيج مانجر، التليجرام يعني حديثا، الانستغرام ما بخشش عليه كده كتير بصراحه، لان دولت يعتبر يعني بيني وبينك هو يعتبر شغلي كاونلاين انستراكتور ممكن يكون من خلالهم، الماركتنج ممكن يكون من خلالهم برضه. بعدهم مباشره انا عشان سفرياتي كتير وعلشان انتقالاتي كتير ففي عندي الترانسبورت ابلكيشن زي اوبر وكريم، وفي ابلكيشن تحفه بيربط ما بينهم هما الاثنين او بيفاضل ما بينهم اسمه وديني، ده اللي ما يعرفوش وعنده اوبر وكريم مع بعض خسر كتير بصراحه. الحاجة الثالثة وبرضو ما اكدبش على حضرتك عن يعني عندي 3-4 جيمز كده لما بحب افصل ما بينهم او افصل شوية بستخدمهم علشان افضي دماغي شوية. الحاجة الرابعة هي الابليكيشن اللطيف اللي انتجناه هو اسمه هيبنوجي، اللي لما بنحب ننام بنشغله او برضو نتغلب على التوتر شوية، خاصة ان الجانب ده فيه مجاني يعني لو التغلب على التوتر. خامس حاجه من الابلكيشنز هو ابلكيشن جديد نوعا ما اسمه دوايا.com. دوايا.com
انا حاليا بستخدمه سواء كفارماسيست او كبيشنت او كلاينت. ان الابلكيشن ده هو زي اوبر وكريم كده ولكن للصيدليات. ما اعرفش حضرتك سمعتي عنه قبل كده او لا. الابلكيشن ده تحفه لانه بيوصل الدراج نفسه او الروشته كلها او الاوردر ككل للعميل وهو في بيته، ويقدر يفاضل ما بين مثلا الصيدليات اللي حواليه لو اكثر من صيدليه عملت اكسبتنج للاوردر يعني. اما بالنسبه للابلكيشنز العلميه بقى، ففي حاجه اسمها مايكرو ميديكس طبعا اغلبنا عارفه، وفي حاجه ثانيه اسمها ايبوكريت اللي هو ابوقراط يعني بالعربي. وبالنسبه الاخيرا للابلكيشنز بقى اللي بتنظم الوقت شويه، ففي واحد انصح بيه كل اللي بيسمعونا دلوقتي، حاجه اسمها فيوتشرندا. فيوتشرندا اللي هي تعتبر كده مزج ما بين كلمه فيوتشر واجندا. فيوتشرندا ده يعتبر ابلكيشن خرافي لتنظيم الوقت ووضع التاسكات ووضع اولويات ليها وريمايندر كمان، فرائع جدا جدا بسم الله ما شاء الله يعني. ده باختصار الابلكيشنز اللي انا بستخدمها يعني. ما شاء الله حضرتك بصراحه فدت الناس كلها في كل التخصصات، اللي عايز يشتغل في سواء في الصيدليه سواء في تنظيم الوقت ما شاء الله، حتى التوصيل ما شاء الله عليك بصراحه. الابلكيشنز رائعه جدا، يا ريت كلكم تست يعني، لو اي حد بصراحه يعني فعلا يستخدمها تفرق كتير معاه. طيب ايه راي حضرتك في منطق صيدلي بقال والصيدلي الكوميونتي ما بقاش بيعرف يبيع والكلام اللي طالع ده، رايك فيه ايه؟ ده سؤال جميل جدا جدا جدا. عايزين نرفع الهمه بصراحه للكوميونتي فارماسيست. طيب برضو ممكن اجابتي تكون غير متوقعه شويه، وربنا يجعلها الفايدة بصراحة يعني. أنا من 3-4 سنين كده غيرت تفكيري في النقطة دي 180 درجة بشكل كان صادم كتير يعني لناس كتير من اللي ممكن تكون بتتابعني. قبل 3-4 سنين من النهاردة أنا كنت شايف أن لا، المهنة لازم كلنا نتحمل عبئها، ولازم نحسن صورتها في أذهان العملاء أو في أذهان غير الصيادلة. واللي يقول لي صيدلي بياع انا كنت اقول له لا، الصيادله مش بياعين واحترم نفسك وعلي صوتي واجعر والكلام ده. جيت من 3 سنين بدات الموضوع يبقى مختلف شويه، وبدات اقول طب وايه اللي ممكن يحصل لو كل صيدلي اهتم بدائرته الشخصيه بس، دائرته الخاصه بيه هو لوحده. ان اللي يقولوا له الصيدلي بياع او الصيادله بياعين يسالهم حضرتك تقصدني انا ولا تقصد المهنه بحالها؟ فغالبا الإجابة هتكون لا 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 لا، أنا مقصودكش أنت، أنت صيدلي محترم وأنت صيدلي شاطر وكل حاجة، بس الصيادلة بياعين. ففي الحالة ديت يقول له طب خلاص، لو أنت شايف أن الصيادلة الوحشين بياعين فكل مهنة فيها الحلو وفيها الوحش، أنا يهمني أنا بس اللي أكون حلو، مش مسؤول عن بقية الصيادلة، ما أقدرش أن أنا أدافع عن بقية الصيادلة، ما أقدرش أدافع عن أي مهنة تانية. زي ما الجراحين بيتقال عليهم احيانا ان هم جزارين، واحيانا بيتقال عليهم منقذي ارواح. زي ما المحامي ممكن يتقال عليه ان هو بيدافع عن حقوق الغلابه، وممكن يتقال عليه كذا وكذا وكذا. اي مهنه ممكن يكون في منها الحلو وفي منها الوحش. الصيادله ممكن يكون في صيادله من جوه مش كويسين، ممكن يكونوا فاتحين صيدليات والعياذ بالله مثلا للمخدرات او للخصومات او للمحروق او للمغشوش او في صيادله زيهم بالظبط، وممكن يكون اكتر منهم كمان على خلق ورائعين جدا وعندهم المعلومه التطبيقيه الحديثه ودايما ابديتد و و و. فكل مهنه فيها الحلو وفيها الوحش. انا بالنسبه لي بحاول اني اكون من الحلو، ولو حد قال لي ده بيقولوا على المهنه كذا اقول له مالكش دعوه، هم بيقولوا على المهنه كلها ايه، خليك انت كويس في عيون الناس، وخليك انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء. والحديث النبوي الشريف واضح جدا جدا، من ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. خليك انت ترضي ربنا سبحانه وتعالى، والناس كده كده في الاخر هتجيلك من غير ما انت تتعب. لو عملت العكس وفضلت تسعى سعي جاد وحثيث جدا والمهنه ولازم المهنه هي اللي تكون في عينين الناس حلوه والكلام ده كله، انت بقى صيدليتك مالها، لا مالكوش دعوه بصيدليتي دلوقتي، او مالكوش دعوه انا يهمني المهنه كلها لبعضها. في ناس المفروض ان يكون ده دورها، ناس نقابيه، ناس في الوزاره، ناس مسؤوله عن التحدث باسم المهنه،
لكن كل صيدلي بيسمعني حاليا مسؤول عن صيدليته هو لوحده او الصيدليه اللي بيشتغل فيها هو لوحده، رجاء شخصي ويا رب تكون وجهه نظري وضحت، اهتم بصيدليتك الخاصه وارفع كفاءتها قبل ما تقول بشكل يلوم الواقع المهنه واقعه تعالوا نثور مثلا من اجل المهنه. انا دي جمل ما بفهمهاش، ما تسأليش مني يا دكتوره رشا، يعني انا بشوف الكلام ده. لا كلامك رائع جدا وانا سعيده بكلامك جدا. انا في الارض الواقع في ناس بتبقى واخدها شويه الـ يعني العصبيه للمهنه، بس فعلا لو كل واحد يهتم بنفسه ويطور نفسه والدائره اللي هو فيها في مكان عمله هيفرق كتير جدا. والله انا شفت نماذج كوميونتي فارماسيست رائعه جدا، فسبحان الله زي ما في الاقاويل السلبيه في الاقاويل الايجابيه، وبرضه الاوت بيشنت فارماسيست كتير في الهوسبيتال في المستشفيات وحتى في الكلينيكال، في كل مكان في حاجه الكلام الكويس والكلام اللي مش كويس. طيب احنا في نهايه الجزء الاولاني من البودكاست النهارده عايزين نسمع من حضرتك شويه نصايح تو ذا بوينت، زي 10 نصايح كده لاي صيدلي كوميونتي عشان يكون متميز. يا طيب هو الموضوع كبير قوي قوي. سئلت في مره من المرات الواقع لما يكون حوالينا مهبب ومطيم 60 نيلة في مهنة الصيدلة في مصر، ده يكون حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ وكانت إجابتي الصادمة هو إن لا، ده ممكن يكون بالنسبة لك حاجة حلوة وفرصة عظيمة. فسألت بذهول طب ده إزاي؟ فسألت السؤال اللطيف خالص، أنهي أسهل، إنك تنجح في صيدلية في مصر ولا تنجح في صيدلية في أمريكا؟ فقالوا لي في مصر طبعا. قلت لهم ده على أساس إيه؟ فهم اللي قالوا الإجابة على طول، إن المستوى المتدني نوعا ما عن أمريكا أسهل فيه الوقوف، إن لو واحد وقف بس كده وشاب شوية حيبان، لما يكون كل الناس نايمة وواحد يقوم يقعد حيبان، غير لما يكونوا كلهم واقفين وهو قاعد، في الحالة ديت مش حيبان، في الحالة ديت هو محتاج يجيب سلم ويوقف فوقيه علشان يبان شوية. فلو الواقع اللي حوالينا مهبب ده معناه ان فرصة نجاحك انت اسهل بمجرد بس شوية مجهود زيادة. وعشان كده لو حضرتك من النوع اللي بيقول ان الواقع كله متآمر علينا والدنيا حوالينا صعبة والكلام ده، بالعكس هي بالنسبة لك انت ممكن تكون اسهل علشان تتميز. احنا كنا وقفنا عند الكتب اللي اثرت في حضرتك، لو تنصح بعض الكتب اللي هي ليها اثر على حياتهم. تمام، هو بيني وبين حضرتك بس الاجابه ديت بجد مش اجابه كلاسيكيه او لا شيء وخلاص، ولكن انا ادعو كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي انهم يرجعوا مره ثانيه للقران الكريم. القران الكريم ككتاب كدستور حياه وقوانين الهيه، واحد كل ما بيقرا منه زي ما بيقولوا لا تنتهي عجائبه، حاول ان هو يستخلص منه شوية خواطر. انا انصح مش بس ان احنا نقرأ يعني بمجرد التلاوة او حدر كده زي ما بيسموه بشكل سريع جدا للانتهاء من الورد اليومي وخلاص، ولكن ان شاء الله لو آية يوميا بس بشيء من التدبر ده ممكن يوسع افاق كبيرة جدا جدا ويساعد على النجاح بشكل مباشر وغير مباشر بقى وبكل الطرق الممكنة. وعشان كده انا افضل اكتر واكتر ان لو سمعنا مثلا مع القرآن الكريم وقرأته ان شاء الله ربع ساعة يوميا على اذاعة القرآن الكريم مثلا من الساعة 11 للساعة 11 ونص، نص ساعة مع او بتبقى ساعة غالبا مع الشيخ محمد متولي الشعراوي يوميا بيجي على اذاعة القرآن الكريم، وده ممكن على فكرة بابليكيشن على الموبايل برضو يتجاب يعني بسهولة، مش لازم راديو. الراجل ده خواطره بخصوص القرآن الكريم حرفيا رائعة. ناس تقول لك ممكن ده بودكاست صيدلاني او ممكن يكون موجه للصيادلة، انا لقيت في القرآن الكريم صيدلة، ولقيت في القرآن الكريم منهج حياة متكامل في كل حاجة ممكن تتوقعها. اهم آية انا يعني بحاول قدر الامكان ان انا امشي بيها قول ربنا سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إنك لو عملت اللي عليك ومشيت في سكتك صح زي ما محدش يقدر يأذيك، ولو كل اللي حواليك ضلوا
فانت لو مهتدي محدش هيقدر يمسك ولا هيقدر يضايقك. وده باختصار شديد جدا وجهة نظري يعني بخصوص ان لازم نقرأ يوميا من القرآن الكريم ولو صفحة او ان شاء الله آية. على الجانب الاخر كتاب لسه يعني already كنت بسمع فيه اسمه The Virgin Way All What I Know About Leadership. الكتاب ده من تأليف احد رجال الاعمال العالميين اسمه ريتشارد برانسون. الراجل ده عنده براند رائع جدا اسمه فيرجن. ممكن لو يعني دورت عليه على الفيسبوك مثلا او على جوجل حتى تكتشفي ان الشكل بتاع البراند نفسه منتشر في اماكن كتير جدا على مستوى العالم. ايرلاينز شغال، موبايلز شغال، مطاعم شغال، حاجات كتير جدا البراند بتاعه هو فيرجن. الراجل ده وجهة نظره في القيادة خرافية. 14 او 15 شابتر، كل شابتر فيهم داخل الكتاب بيتكلم على وجهة نظر في القيادة تحفة. الابداع من ناحية، الاستماع من ناحية، ازاي تخلي الناس تسمع كلامك من ناحية، ازاي تاخد نوتس من ناحية. فالكتاب ده انا يعني زي اغلب الناس ما بقاش عندي وقت ان اقرا كتاب او امسك هارد كوبي كده ولا حتى بي دي اف بصراحة واقرا، فعشان كده بقيت بس دايما بلجأ للاوديو بوكس. فالكتاب ده من الاوديو بوكس موجود اوريدي على يوتيوب فور فري، من اروع ما سمعت قريبا يعني. طبعا ده بجانب بقى كتاب ذا فور اور ورك ويك اللي كنا اتكلمنا عنه في راس السنه، اللي لازلت بقول ان الناس تحاول قدر الامكان تطلع منه بافضل النصايح. بجانب شوية روايات بقى بصراحة برضو علشان أكون إنسان طبيعي يعني مش آلي. أنا بحب الروايات جدا، وحتى لو قصص قصيرة أو طويلة. منتجات أو إنتاجات أحمد مراد مثلا آخرها كان بالنسبة لي أرض الإله، كنت بقرأ فيها برضو، ده من آخر الكتب اللي أقرأها. وفي كتاب جميل بصراحة برضو أنصح بيه، ده صيدلاني بقى للناس اللي جاي عشان الصيدلة يعني، حتى طلعت لايف بخصوصه، اسمه Medical Essentials. Medical Essentials كتاب هارد كوبي محترم كده، حاجة من الحجم العائلي، وفي بسم الله ما شاء الله كلام كتير على أغلب الكيسز اللي ممكن نقابلها في الصيدلية أو حتى في الاستقبال في المستشفى. فدول يعني أبرز الكتب اللي ممكن خلال الفترة اللي فاتت أكون اتأثرت بيهم يعني. طيب إيه أكتر كتب ممكن يفيد الكوميونتي فارماسيست؟ او ايه اكتر المراجع اللي لازم تكون موجوده او يفضل انها تكون موجوده في الصيدليه الصيدلي يقدر يستفيد منها على طول؟ هو ده سؤال اكتر من رائع رشا كالعاده يعني، بس اجابته للاسف بتبقى على اكتر من ليفل، لان في وجهه نظري مفيش كتاب واحد يقدر يفيد كل المستويات اللي بتبقى موجوده داخل الصيدليه. فعشان كده لو قسمناهم لكذا ليفل نقدر نقول ان في متدرب، ده لسه طالب مثلا في كليه الصيدله او خريج جديد، فده ممكن يكون بالنسبة له فيه كتاب بسيط قوي 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 والمعلومة فيه مبسطة لأقصى درجة، اسمه امتيازولوجي. امتيازولوجي من أحد الكتب اللي عليها خلاف أو اللي عليها كلام، ناس تقول لك إن من فرط سطحيته ممكن يكون فيه أخطاء في التعامل مع الكيسز اللي موجود فيها أو اللي موجودة فيه، لكن أنا شايف إنه مناسب جدا جدا للفترة دي أو للليفل ده. أول ما الليفل يبدأ يعلى شوية ونكون خلصنا مرحلة امتيازولوجي، نبدأ نعلى شوية على ميديكال اسينشالز اللي لسه جايبين سيرته، ومعاه في نفس المرحلة كده نبدأ نلاقي فيه مثلا بقى كتاب الأعراض المرضية في الصيدلية. الأعراض المرضية في الصيدلية هو يعتبر ترجمة للكتاب المشهور جدا جدا Symptoms in the Pharmacy. Symptoms in the Pharmacy هو Handbook of Non-Prescription Drugs، الاثنين دولت يعتبروا سواء بسواء كده من أهم الكتب اللي المفروض تكون موجودة على مكتب أي صيدلي عنده OTC كتير، مش كوزمتكس بس أو روشتات بس أو تركيبات بس. لو علينا شوية، لا هنا ممكن بقى نوصل لحاجة ممكن تبقى زي Comprehensive Pharmacy Review، أو زي مثلا إيه تاني يا ربي، Physician Drug Reference PDR. الحاجات ديت المفروض برضو حاجات بقى إيه دي من الحجم العائلي كويس، حجم كومبو كده، المفروض انها تكون برضو موجودة على الصيدلة او على مكتب الصيدلي، بس ده يعتبر بقى مكتب الصيدلي صاحب الصيدلية او الصيدلي الكبارة يعني صاحب الصيدليتين والتلاتة. بس يا رب يتقروا يعني، يا رب يتفتحوا، لان اغلب المشكلة او اغلب المشاكل اللي بتواجه جيلنا
ان الاتنشن سبان بتاعتنا بقت 5 ثواني. بمجرد ما يفتح الكتاب من هنا يقرا سطرين من هنا، لو هو عاصر على نفسه ليمونه طبعا وفاضي وعندوش اي حاجه تانية يعملها غير ان هو يفتح الكتاب، هوب بتلاقي نوتيفيكيشن جايه من الموبايل، بواتس بقى، بفيسبوك، ماسنجر، باي حاجه، فيقفل الكتاب ويروح للموبايل على طول. فالكتاب بقى للناس الحريته اللي حابه انها تفتحه يوميا بشكل منتظم ويا رب يتقرا. فالكتب على قفا من يشيل، بس زي ما بيقولوا اللي يقرا. ف يعني ربنا قوي الناس محتاجه تقرا. بس بصراحه مجموعه كتب رائعه جدا، انا بشكرك عليها بصراحه جدا. يا ريت والله اللي بيسمعونا يستفيدوا منها، كل واحد يحاول على الاقل يقتديها ويحط لها خطه. المهم الواحد ينظم وقته ويحط لها خطه ولو ربع ساعه في اليوم او اكثر، الحاجات اللي بتتكرر مع الواحد بحيث انه يكون عنده معلومات عليها لما يجي يقدم اي معلومه للمريض. طب في اي موبايل ابلكيشنز غير اللي حضرتك ذكرتهم بيفيد الصيادله اللي هم في المكان ده في الصيدليه او هم واقفين او حاجه عايز يلاقي معلومه سريعه في التعامل مع المريض؟ طيب خلينا نقول ان السؤال ده هنرجعه للناس اللي ممكن تتواصل معنا على الخاص، لان احنا اوريدي خرجنا قبل كده في ويبينار سميناه جوي بينار، كان في اهم 7 ابلكيشنز يفيدوا الصيدلي اللي واقف في صيدليته، سواء من ناحيه OTC، من ناحيه الهيربلز، من ناحيه الابديت للمعلومه الجديده. فهي كل الفكره بس ان على حسب النيد بتاعه كل صيدلي داخل صيدليته ممكن يحتاج عدد من الابلكيشنز. فاحنا لو قلنا لهم دلوقتي هيبقوا مثلا 20 او 30 ابلكيشن، وكلهم بالمناسبه بسوا بعض، في حاجات متخصصه على الدوزنج زي يحدد الدوز بشكل دقيق، اي حاجه مثلا. لا احنا مش عايزين 20، احنا اكثرهم شيوعا، حاجه واحده. ويبقى حابب ان يستفيد يبقى يتواصل مع حضرتك فيه. من عينيا، هو في ابلكيشن بس ده ابلكيشن على اللاب فقط، بيشتغل على الويندوز بس، اسمه دوز كالك، كويس. اللي ما يلاقيهوش او مش هيلاقيه بسهوله على جوجل مفيش مشكله، يتواصل معانا وابعت له اللينك بتاع تحميله فور فري، مفيش مشكله خالص. ده يعني اقل من 1 ميجا، وندخل البيانات بتاعه الطفل تحديدا في الانتيبيوتكس، وهو في اوريدي الانتيبيوتكس الاكثر شيوعا داخل الصيدليه، بيوفر كم كبير جدا من فكرة الحفظ للقوانين وتحويل الوزن للسن أو من سن للوزن، بيريح جدا جدا يعني. فده من أكتر الحاجات اللي بعتمد عليها في أقل من 30 ثانية وبشكل شيك جدا وراقي جدا، النتيجة بتطلع حتى بالمينيمم والماكسيمم، مش بيدي رقم سوليد كده وخلاص. فده من الحاجات اللي أي صيدلي بيتعرض لدوزز كتير أو بيراجع عليها داخل الصيدلية المفروض يكون معها. طيب نيجي للفيديوهات، هل في فيديوهات معينة عارفك تنصح بيها الصيادله هم يشوفوها؟ بصراحه لو يعني لو مشينا من الاخر للاول او من الاهم الى الاقل اهميه، ففي عندي طائفه مهمه جدا، شانل مهمه جدا على اليوتيوب اسمها شانل اخضر. الشانل ديت من اروع ما يكون، بتقدم الكتب من مختلف المجالات عربي وانجليزي بشكل قصصي ومختصر جدا، في 6 دقائق تبقى عرفت زتونه الكتاب وطلعت بالفايده كمان، يبقى كانك قريته، وفي نفس الوقت ما تزهقش خالص لانها متحوله الى رسوم كرتونيه انيميشن وفور فري وكم غير طبيعي، بس ما شاء الله غزير جدا جدا. والجميل بقى بصراحه يعني حاجه كده الواحد في النقطه ديت ممكن يكون متحيز شويه، الشاب اللي انتج القناه دي بالكامل اسمه محمد اسامه، وهو اساسا صيدله، فواخد الموضوع ده كسايد كارير بالنسبه له وحاجه اكثر من رائعه. لا احنا نعمل له بودكاست بصراحه، ما شاء الله صادله تميز بصراحه ما شاء الله. يستحق فعلا كده، ومن الناس المثقفه جدا جدا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، وعنده اسلوب اكثر من رائع في التوصيل. انا بصراحه ما اتعاملتش معاه قبل كده بنفسي او ما اعرفوش شخصيا ولا هو يعرفني، لا اتوقع ذلك يعني، ولكن انا من كبار متابعي يعني على اليوتيوب ما شاء الله. أي حاجة طبعا هي تدك تدك في 3 ساعة بنعرف خبرات كتير جدا 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 في وقت قصير جدا جدا وفي مختلف المجالات، وبإخراج رائع جدا كفيديوز وفور فريز برضو، ومحتوى غزير جدا أكتر من تهيألي 1,000,000 فيديو من مختلف أنحاء العالم وبلغات كتير، ومن أروع الحاجات المنظمة بتقوي اللغة الإنجليزية بسهولة عند متابعتها.
بجانب على الفيسبوك بقى في فيديوهات كتير بتبقى فيها اخر الدراسات، زي بيج اسمها هشام الغالي. هشام الغالي ده متخصص من حوالي مثلا 3 شهور في انه ينزل الفيديوهات الاخيره بس او الليتست ابديتس بخصوص العلوم المختلفه واخر الجراحات. طيب ايه المجالات اللي بره صيدله اللي حضرتك لو ما دخلتش صيدله كنت تفضل ان انت تخشها؟ هل في كليه ثانيه كنت حضرتك تفضل ان انت تخشها؟ تربيه بدون يعني بدون مواربه. انا شغفي مع الصيدله هو الوقوف على الستيج، وما توقعش صراحة ان في يعني كلية اخرى ممكن تكون بتعمل كده، يعني حتى لو كلية الاعلام مثلا، فلا انا مش من اهدافي التواجد في الميديا كاعلام او على التلفزيون. انا ببقى اكثر لايف، متحمس اكثر، المعلومة بتوصل افضل، التواصل مع الناس بيبقى بالنسبة لي هو الحاجة الافضل. فلو سألتيني هتبقى بتوصل إيه لو دخلت كلية التربية، كنت حولك برضو معلومات طبية أو صحية أو صيدلانية. فأنا بحمد ربنا سبحانه وتعالى أن الثلاث أربع حاجات اللي أنا بحبهم ممكن يكونوا متجمعين في اللي أنا بقدمه، من ناحية صيدلة، من ناحية الوقوف على الستيج، حتى من ناحية السوشيال ميديا، أحيانا الجرافيك ديزاين، الكتابة والبوستس اللي ممكن تكون بتتكتب. الكلام ده كله الحمد لله مضروب في الخلاط وطالع بشكل ممكن يكون مفيد ومثمر للناس، أو نرجو ذلك يعني من ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. طيب إيه القرار اللي ممكن حضرتك تاخده لو رجع بيك الزمن؟ يعني كان القرار تاخده بصورة مختلفة. أخده بصورة مختلفة ولا أخده هو هو؟ ده وده. طيب هو الحمد لله والشكر لله أنا ممكن ما أكونش ندمت بصراحة في حياتي على قرارات أخدتها. والسبب ممكن يكون اني مواظب على ان لما اكون في حيرة من امري بخصوص قرارات كتير مواظب على الاستخارة. صح. صلاة الاستخارة. سبحان الله بيكون ليها اثر. ساعات الواحد مش بيحسه في وقتها، بس مع ده الموقف هيعدي بيحس فعلا ان هو ده القرار الصحيح. بالضبط. فلو قلنا مثلا دخول كلية الصيدلة بالنسبة لي فده كان حاجة موافقة. والدي برضو كالعادة قبل ما ادخل الكلية وانا بكتب رغباتي في التنسيق كده لقيته على عكس طول عمره، وهو بيقول لي صيدلة اجمل حاجة، لقيته كده من وراء قلبه بيقول لي يا ابني ما هي طب حلوة وادخل كلية الطب مش هتخسر حاجة. اقول له بقى انت طول عمرك يا حاج بتقول لي صيدلة وتيجي النهاردة تقول لي طب؟ فراح ضحك وقال لي ما انا برضو بقولها لك من وراء قلبي، يعني انا كل الفكرة ان انا مش عايزك تندم. بحمد ربنا ان هما والدي والدتي لما يعني في حاجات زي كده زي التعليم او زي دخول الكلية او زي الجواز حتى او الشغل فيما بعد، كانوا دايما بفضل الله مش بيجبروني على حاجة. او جايز انا اللي كنت مثلا ابن مطيع، ما اعرفش والله، يعني الحمد لله يا رب يعني يكون ده بر والدين يعني. الحمد لله هو بيبقى توفيق سبحان الله من عند ربنا. سبحان الله الحمد لله رب العالمين. ربنا يعني ويحفظنا الزوالي يا رب يا رب. اللهم امين. طيب في بعض الكيوتس معينه حضرتك دايما بتكون في بالك او في حياتك بتكررها، او بعض مقولات ساعات كده في مقولات بتكون رنانه وواحد بتيجي في باله على طول؟ هم ثلاثه بصراحه ما اكذبش عليك. الاولانيه ان لم تزد شيئا على الحياه كنت انت زائدا عليها، والثانيه عش لرساله او مت، يعني توكل على الله لو ما كانش ليك رساله في الحياه مهما كانت بسيطه. والحاجة الثالثة احنا لسه قايلينها في اللقاء الأول ألا وهي المجد للمبادرين. بنحاول قدر الإمكان ان احنا يعني نوصل الثلاث رسائل دول علشان الواحد ما يبقاش عالة على الحياة كده ويعني يمشي هو سايب أثر يعني، وربنا يدينا الصحة وطول العمر. صح. ويبقى الأثر. صح. طيب هل في روتين يومي لحضرتك في حياتك، ولا بتنظم وقتك مثلا ما بين رياضة ما بين اكتيفيتي ما بين الصيدلية، ولا حضرتك مش بتحب الروتين؟ ده سؤال جميل جدا جدا وحضرتك اوريدي جاوبتيني عليه في اخر جملة من السؤال، ان انا من كاره الروتين اليومي. يعني انا بالنسبة لي الحاجات الرئيسية اللي في اليوم بعملها على مضض لانها ليها اوقات معينه، ولكن انا عشان كثير السفر ومثلا اكلي في كل محافظه بيبقى من مطعم شكل، فانا يومي ممكن يكون متلخبط. حته الرياضه دي اللي عايز الناس تدعي لي فيها بصراحه. انا هقول سر الاول مره بقوله ان انا شخص غير رياضي،
والاوفر ويت وبري دايبيتيك وبري هايبرتنسيف واصلع وعندي ارتجاع مريئي وعايز الناس تدعي لي بصراحه يعني ويتبرعوا له بجنيه. هي كل الفكره ان انا بقالي مثلا من حوالي 4 ايام قررت ان انا يعني بحجه ان اجيبه لباسم ابني جبنا اكس بوكس اللي هو زي البلاي ستيشن كده ولكن مش بدرعاته بس ولكن بيكون في سنسور كده بيشوف اللي قدامك او بيشوف اللي قدامه يعني وده بيشجع على الحركه باستمتاع برضه بفن. ففكرت كتير قبل كده ان انا اعمل التمارين الرياضيه اللي بتخسس او ان انا اعمل الايروبكس او حتى الزومبا يعني كل الكلام ده بقى بالفشل فيا رب الاكس بوكس بقى يبقش بالفشل يعني. يا ريت دعوات الناس معانا بقى ان شاء الله ان الواحد يخس شويه ووزنه مناسب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بعد البودكاست حضرتك هتعمل خطه رياضيه باذن الله ان شاء الله. هقوم بعد البودكاست هقوم العب شويه على الاكس بوكس ان شاء الله. طيب قدوه حضرتك ايه او قدوات حضرتك في الحياه؟ جميل. يا رب الناس ما تتصدمش انا ما عنديش قدوه شخصيه معينه ولكن اتعلمت من حوالي 3-4 سنين او تحديدا يعني من 2011 اني اقتدي من كل شخص بافعاله الطيبه واترك له افعاله السيئه وما اقتديش بشخص بعينه كده كشخص واقول هو ده وخلاص وهو ده الايدول بالنسبه لي ولكن بقتدي بافعاله هو عشان لو هو وقع من نظري الجود ديدز اللي معاه ديت ما تقعش هي كمان. كويس. يعني اكس من الناس ياما مثلا داعيه اسلامي مثلا وفي مرحله من مراحل حياتي تحديدا من اول 2005 لغايه 2015 كان بالنسبه لي يعني لا من 2005 لغايه 2011 كان يعتبر هو خلاص هو الايدول بالنسبه لي. من بعد 2011 في سقطات متتالية. لو كنت تمسكت بالفكرة دي كان كل الحاجات اللي حواليه من حاجات كويسة ممكن أكون اتعلمتها منه كانت ممكن تقع معاه. ولكن لو هو وقع خلاص مفيش مشكلة هو كقدوة يصيب ويخطئ ولكن أو كشخص يعني يصيب ويخطئ في غيره ناس تانية بتصيب وتخطئ أخذ من ده الحاجة كويسة وأخذ من ده الحاجة كويسة وأخذ من ده الحاجة كويسة وأسيب لهم الحاجة اللي مش كويسة أو اللي مش مقتنع بيها. عارفين نماذج معينة حضرتك كنت نفسك تقتدي بيها وانت صغير؟ وانا صغير خلينا نقول والدي. والدي من الناس اللي ممكن تكون اتعلمت منها الطيبة اتعلمت منها النقاء اتعلمت منها الصراحة المبالغ فيها اتعلمت منه ان ما اعرفش دي حاجة صح ولا لا ان يبقى فيه يا اما ثقة كاملة يا اما لا ثقة تماما. ده من ناحية والدي. من ناحية أمي اتعلمت شوية حاولت يعني أتعلم الصبر والحكمة والهدوء في ردود الأفعال وملكة الشرح نفسها بالمناسبة ممكن تكون جاية من عند أمي أكتر أو اقتباسا من حاجات كتير قوي. أمي كانت حتى من وأنا عندي 3-4 سنين كانت بتفهمني بشكلها المعلومة. على الجانب الديني او الجانب المعاملات يعني برضو مش عايز يعني تظهر الاجابه ككليشيه او اجابه كلاسيكيه ولكن النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما قريت سيرته العطره في كتاب الرحيق المختوم تحديدا وانصح كل الناس اللي لسه ما قريتش الكتاب ده انها تقراه وهو من الكتب اللي تستحق انها تتقري من الجلده للجلده. الكتاب ده من اروع الكتب. صح صح جدا ومبسط مسته ان هو كل الناس تقدر تفهمه بالظبط ان شاء الله. فبعد ما قريت الكتاب ده انا حبيت النبي عليه الصلاه والسلام جدا وحبيته على المستوى الشخصي مش مجرد بس ان هو النبي المرسل الينا اذا المفروض ان احنا نؤمن بيه. لا انا حبيته كانسان ان في معاملاته مع زوجاته في معاملاته مع الصحابه في معاملاته مع في الحروب في معاملاته مع الاطفال فهو يقتدى بيه. بسم الله ما شاء الله يعني اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليه يعني وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عدا طبعا ما اكذبش عليكي أنا ما بقتش بحب أن أنا أقتدي بشخص سواء على المستوى أو على المستوى الخلقي أو على المستوى العلمي أو العملي أو
ولا حتى الإنساني، خوفا من النقطة اللي انت عاملها حضرتك من شوية، ان انا مش عايز احط مكانة معينة وبعد كده يقع مني. بس ساعات الواحد ساعات الواحد بيحب حاجة معينة او صفة معينة، شخص معين او مش صفة، ساعات بيكون شخص موجود اثر فيا او اداني حاجة معينة، الحاجة دي اضافت ليا او كانت في الوقت ده بالنسبة لي بمثابة life changing agent بالنسبة لي. فساعات الواحد بياخد القدوة من الشخص ده وما بيقدرش ينساها مهما شاف إساءة منه أو شاف مثلا هو مثلا في هو ممكن يخطئ أو ممكن يعني في حياته ياخد قرارات مش صحيحة. بس سبحان الله ساعات كده في حياتنا ناس بنقابلهم بيعلمون حاجات معينة بتترك أثر فينا، فبتبقى زي قدوة صعب نسيانها. الله مستعان، ربنا يعيننا ان احنا نكون قدوه للاجيال القادمه ونعلمهم ولو حاجه بسيطه يقتدوا بيها عشان فعلا يكونوا اشخاص مؤثرين ما يبقوش اشخاص عاديه ان شاء الله. امين. طيب في الختام احنا سعيدنا جدا بحضرتك معانا في البودكاست النهارده. في النهايه عايزين عندنا اخر سؤالين اخرانيين. اول سؤال فيهم، ايه الرساله اللي حضرتك تحب توصلها للساده القاده في المستقبل؟ رساله قويه، مسج. تمام. هو أنا ختمت بها اللقاء الأول وحابب أن أنا أوضحها أكثر في اللقاء ده، وكنت سميتها أمريكانا نظرية الكومودينو. الواقع اللي حوالينا ممكن يكون مش لطيف ولا يشجع الطباق، وبمجرد دخول يعني دخول الكلية نفسها بنبدأ نلاقي الناس اللي كانت بتشجعنا أثناء الثانوية العامة على دخول الكلية هيها بدأت تقول لك ايه ده انت دخلت الصيدلة ليه، هي المشروحة ناقصة قتلة، ده في 70,000 صيدلية موجودة في مصر. انت عارف في كلية صيدلة بتخرج كل سنة قد ايه، من 15,000 ل 18,000 صيدلي وصيدلانية على مستوى الجمهورية كل سنة. انت هتنافس مين ولا مين، انت هتتميز ازاي، كل الكلام المحبط ده بيواجهنا مش بمجرد ما نخلص الكلية ولكن من قبلها بخمس سنين. نصحتي ان لا، ان طالما حضرتك بتحب المهنه، احنا اتفقنا ان حضرتك يعني بتحب الحاجه اللي انت اوريدي دخلتها، ففي الحاله ديت التميز فيها سهل. غير نفسك قبل ما تخلي الواقع هو اللي محتاج يتغير. ودي وجهه نظرنا بعنوان نظريه الكومودينو، ودي يعني قلناها كتير قبل كده في ايفنتات وحتى على الفيسبوك، ان لما يكون في طفل صغير بنتربى كده، ان لما الطفل الصغير ده صبع رجله الصغير يخبط في رجل الكومودينو، ما ينفعش ان احنا نروح نضرب الكومودينو ونقول يا كومودينو انت بتضرب توتو ليه او بتضرب سوسو ليه في رجله، وسوسو وتوتو يفرحوا في الحاله ديت ويضحكوا ويحسوا ان هم اخذوا حقهم من الكومودينو. لكن لما بيكبروا بيبداوا يلوموا المجتمع ويلوموا الناس ويطالبوهم بان هم اللي يتغيروا، وهم للاسف ما بيتغيروش. طالب في كلية الصيدلة يقول الدكاترة مضطهداني، أو الشفوي صعب، أو الدكتور بيحابي فلان على فلان، أو بيحابي فلان عليا. بعد ما بيخرج من الكلية بيبقى عنده نفس وجهة النظر، الكون كله متآمر عليه، الأطباء والوزارة بيسموها نظرية الإسقاط، إن يسقط على حاجة تانية عشان ما يتحملش هو مسؤولية الحاجة. بالظبط كده، هي دي بالظبط. فانا اساله طب انت عملت ايه علشان تغير الواقع ده، يقول لك بالظبط. فهي رساله مهمه جدا وقويه جدا لكل الصادله اللي بيسمعونا، ابدا بنفسك، اعمل حاجه. بالظبط، خليك شخصيه مؤثره، خليك انسان فعال، حاول تستفيد بكل الفرص اللي موجوده حواليك عشان توصل للحاجه. النموذج يمكن لسه كنا بنقولها امبارح في احد السيشنز في فدك، اوصل للنموذج اللي انت هتفخر بيه في المستقبل. لما تشوفه في المستقبل هتكون فخور بنفسك كنموذج للصيدلي المتميز. دكتور احمد، احنا استعدنا بحضرتك جدا معانا في الحلقه المتميزه دي. اخيرا احنا بنطلب من حضرتك تدينا عنوان للحلقه، لو حبينا نسمي الحلقه دي اسم نسميها ايه؟ اتعلم صح باستمتاع. اتعلم صح باستمتاع. الجزء طب الجزء الثاني الاولاني. طيب بتكسفينا والله يا دكتورة رشا، يعني والله ما شاء الله حضرتك بتقول اسماء كويسه، اتفضل. الله يعزك ويكرمك يا رب. خلينا نقول مثلا بعنوان المجد للمبادرين. صح جدا.
دكتور احمد احنا سعدنا بحضرتك جدا معانا، ان شاء الله باذن الله تبقى وتظل نموذج من النماذج المتميزه جدا للصيدلي اللي فعلا عارف ان هو يتميز في مجال عمله وعارف يكون فعلا نموذج بصراحه من النماذج المتميزه جدا في الكوميونتي فارماسي براكتس والاو سي والفارماسي والفارماكولوجي. فوالله ربنا يبارك فيك يا رب ويوفقك دايما لكل الخير ودايما نسمع حضرتك كل الاخبار كويسه. لو في اي حد عايز يتواصل مع الدكتور احمد احنا هنحاول نحط كل الروابط في الديسكربشن بتاع البودكاست، لو حد ممكن يتواصل معانا هنبعت له الروابط كلها. ان شاء الله باذن الله هنسعد دايما بالسيره العطره للدكتور احمد الجويلي، سعدنا بيه جدا معانا مع فادك فارماسي براكتس بودكاست، وان شاء الله باذن الله دايما تكون معانا على كل الخير. اشكرك نلتقي دايما على خير ان شاء الله، وشكرا للمستمعين الكرام. سعيدة بكل اللي بيسمعونا من كل مكان، ان شاء الله باذن الله نتمنى انها تكون ليها فايده. يا ريت فعلا اللي بيسمع البودكاست يبقى جنبه نوت صغيره يكتب فيها الحاجات اللي ممكن تاثر فيه، يعيد جدول حياته مره ثانيه، يحاول يحط بلان لنفسه لبعض الخواطر اللي طلعت مش لازم ان هي بالظبط نفس الكلام اللي بنقوله. خد من الكلام اللي احنا بنقوله الحاجه اللي تتناسب مع ظروفك وحياتك وانطلق بيها عشان تكون صيدلي متميز. في النهاية احنا بنشكر كل مستمعينا، نتمنى تكونوا معنا دايما على خير ونلتقي بكم دايما على كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. FADIC, where lifelong pharmacist learning never stops.